جاب حرية كاملة يعني. صحيح، بس خلي بالك إن ما كنتش تنظم الحرية دي ممكن الحرية دي تسبب كارثة للبلد، للدولة دي. هكذا عبر الرئيس المصري عن خطورة قضية زيادة السكانية، قضية من أجلها أطلقت مصر النسخة الأولى من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية تحت عنوان سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة. الحرية في الإنجاب لا ينبغي أن تتعدى على حق الطفل والأم في الصحة الجيدة والتعليم الجيد، وأن هذه الحرية هي مقيدة بالحق في الصحة، الحق في التعليم، الحق في المسكن، الحق في وسائل المواصلات الآمنة، الحق في التنمية. عندنا في تجارب مصرية مثمرة جدا وممتازة جدا، فاحنا لازم نوري الناس. والحاجة التانية أنا عايز أستفيد من الكلام ده، يبقى في عندي شراكات بين القطاعات الخاص، بين القطاع الخاص، بين الدول التانية، بين يبقى في عندي بروتوكولات تعاون في مجالات محددة، فيبقى في نوع من أنواع الاستثمار على الجانبين. شهدت الاحتفالية إطلاق الاستراتيجية العامة للصحة في مصر والاستراتيجية الوطنية للسكان، والتي تبنى على 7 محاور، وهي ضمان الحقوق الإنجابية، الاستثمار في الطاقة البشرية، تدعيم دور المرأة، التعليم والتعلم، الاتصال والإعلام من أجل التنمية، السكان والبيئة، ومحور حوكمة الملف السكاني. النقلة النوعية والنقلة التنموية الصحية التعليمية في جنوب مصر التي نفتخر بها، ومصر حقيقة معروف لدينا في الخليجين وفي المملكة العربية بالذات أنها لها أيادي بيضاء في تأهيل القيادات الصحية السعودية والخليجية. إذا ركزنا على أخصائص السكان بحيث أن يكون يعني أبناء الوطن يعني لهم تعليم بجودة عالية، صحة بجودة عالية، يصير عندهم إنتاج أكبر، وبالتالي الناتج القومي للبلد يصير أعلى، وبالتالي رفاهية الفرد والسكان تصير أفضل. المؤتمر الذي يستمر حتى 8 سبتمبر الجاري يتضمن 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثا من المصريين والأجانب، بالإضافة إلى العديد من ورش العمل. جاء المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية يؤكد أهمية مواجهة الفقر لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، رسالة أطلقتها مصر لبحث آلية توظيف الثروات البشرية لتصير أداة للتنمية بدلا من إعاقتها. مينا حبيب، قناة الغد، العاصمة الإدارية الجديدة.